طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبص يا دكتور، اول لتر، فنركز مع بعض قوي قوي بقى، عشان طبعا عاده في كلام، ومن الشكل العام كده لليتر في كلام كتير قوي هنقوله في اللتر بتاعت حضرتك، فركز معايا. طيب، اول حاجه طبعا احنا بنبص عليها كاسسورز، اللي هي اللاي اوت، هل كل حاجه في مكانها مظبوط ولا لا. هي في كل حاجه في مكانها مظبوط. العنوان، بعدين سطر فاضي، تاريخ سطر فاضي، سالوتيشن سبجكت سطر فاضي، وبعدين ما بين الباراجراف والتاني سطر فاضي. هي بس حته بسيطه كده في العنوان، انه سويت 32 حط تحتها 55 مين رود، مش جنبها. خلي كل انتيتي تاخد سطر لوحدها في العنوان، غير كده اللاي اوت تمام. نخش بقى على المشاكل الموجوده. شوف الانترودكشن. Thank you for seeing Mr. Colster, a factory foreman who has features suggestive of type 2 diabetes mellitus. كلغه اللي مكتوب ده اخباره ايه؟ زي الفل، لكن في مشاكل اكبر من كده بكتير، او مشكله تحديدا اكبر من كده بكتير. الانترودكشن معمول ليه؟ عشان يهايلايت البيربس. انترودكشن من غير بيربس، عارف يطير لك كام من درجه؟ 8%، مش قليل. سهل ان انا اجيبها، ولو نقصتها مش قليله. الانترودكشن ما يبقاش انترودكشن من غير ما هايلايت البيربس. عنوان اللي انت عايز مني ايه؟ وده انا بجيبه رايتنج تاسك، مش بجيبه من عندي. رايتنج تاسك قال لك انك انت طالب مثلا على ما اذكر اسسمنت اند مانجمنت. يبقى بعد دايبيتس ميليتس والفول ستوب هنقول ايه؟ your further assessment and management مثلا would be highly appreciated. دي التيبيكال المحفوظه، او assessment and management are required. ده السهله البسيطه، تمام. بس لازم purpose في الانترودكشن. تقول لي ما انا كاتبه في الكونكلوجن. لا، لو هتفاضل introduction or conclusion، لا، في الانترودكشن طبعا. طيب، مستر كولسترز ليه ابوستروف اس؟ ابوستروف اس انا بكتبها لما يكون جاي بعدها شيء مملوك، وهو طالع هنا مالك. يعني مثلا مستر كولسترز سيمتومز، السيمتومز بتاعت مستر كولستر، السيمتومز الخاصه بمستر كولستر، لكن هنا مفيش ملكيه فمفيش ابوستروف اس. مستر كولستر از ا ماريد مان هو هاز 3 تشيلدرن، هي هاز نو فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميليتس. فلان واز دايجنوز وذ انفكشس مونيكلوزز اون جانيوري. طبعا هنا الباراجراف الصغير ده مليء بالاخطاء للاسف. واحده واحده مع بعض كده بقى. احنا خلاص قلنا الابوستروف اس، خلصنا منها. العيان متزوج، العيان المعلومه دي irrelevant، انا مالي وعنده ثلاث عيال، انا ماليش دعوه. حضرتك بتخاطب مين؟ انت بتخاطب اندوكراينولوجيست. طيب بتخاطبه ليه؟ علشان العيان عنده دايابيتس. هل هيفرق معايا وانا بعالج العيان ومتجوز وعنده عيال؟ لا، معلومه irrelevant تماما، هننقص عليها كلاريتي. النقطه اللي بعدها، هي هاز نو فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميليتس. لا، طالما لم يتم نفيها بشكل مباشر في الكيس نوتس ما بقولهاش. هو ما كتبش في الكيس نوتس في فاميلي او ما فيش فاميلي، هو ما جابش اصلا سيره، فانا ما ينفعش اقول من عندي. مش عشان هو ما قالش يبقى انا نفيها، لا، هو نفاها انا نفيها. هو ما جابش سيرتها، انا ما جبتش سيرتها. طبعا دي معلومه تنقصنا في الكونتنت. فلان واز دايجنوز وذ انفكتشس وذ انفكتشس سوري وذ انفكتشس مونو نيوكليوزز ان جانيوري. الشهر ان، السنه ان، اليوم هو اللي اون. دي حاجه. يبقى انا من كل المعلومات هسيب المعلومه دي بس، ومش هقولها في اول الليتر، انا برميها في اخر الليتر. الليتر يا دكتور لازم تبتدي بالمين ايشو. ايه المين ايشو؟ مجموعه الاحداث اللي هي سبب رئيسي لارسال الخطاب. انا مش باعت علشان جاله مونو من 12 سنه، لا، فده هنوه عنه في الاخر. بخلص الاول انا باعت علشان، وبعدين انوه على اللي انا عايز انوه عليه في الاخر. خش على الباراجراف اللي بعده. مش عايزين يكون في باراجراف واحد كبير بالشكل ده، باراجراف كبير كده، لا، اقسمه اتنين. وفي اخطاء تانية طبعا هنقراها دلوقتي نشوفها. طيب، on كذا مستر كوستر came to my clinic with complaints of productive cough. مش محتاج with complaints، complaints of مش محتاج with، وخش قول السيمتومز على طول. came to my clinic with productive cough and sore throat. ياخدوا articles عادي with a productive cough and sore throat for one week associated with high grade spelling mistake fever. therefore spelling mistake اخرها e وبعد therefore في comma. salt water gurgles fluids and rest were advised بالاس. لما اشتغل بادفايز كفيرب بكتبها بالاس، لما اشتغل ادفايز كناون بكتبها بالسي. هنا انا محتاج الفيرب يبقى بالاس. طبعا الكلام ده فيه غلط كبير دلوقتي، بس خلينا اكمل باراجراف على بعضه. 3 months later he came with inflamed tonsils. consequently amoxicillin مش كابيتال، اسم الدواء بيكون كابيتال لو التريد نيم، الاسم التجاري، لكن اموكسيسيلين هو جينيريك نيم، اسم علمي، فمش كابيتال. واز بريسكرايبد. اون كذا فلان كيم وذ تو ويكس كومبلينت، لا، وذ ا تو ويك هيستوري اوف
هو سور هنا بمعنى pain. A 2 week history, a 2 week history of pain in his left shoulder, which was triggered during a game of darts, game countable singular, تاخد article, which was provisionally diagnosed as a rotator cuff tear. أولا tear تاخد article, يبقى rotator cuff tear. ثانيا أنا بقول العيان was diagnosed with, ماشي, لكن ال symptom was diagnosed as. هنا حضرتك بتتكلم على السيمتوم, تمام, which تعود على ايه؟ على البين سيمتوم, يبقى which was provisionally diagnosed as rotator cuff tear for which he has been referred. لا, he was referred. انا محدد specific time وقع فيه الاكشن, لما جالي 17/8 انا حولته, انا حددت شاورت على specific time وقلت وقع اكشن في هذا ال specific time past simple for which he was referred. Referred spelling mistake, double R مش double F, to a physiotherapist, تاخد article for treatment. After 2 months, فلان showed up, في الماضي, يبقى showed up, و showed up أصلا مش formal. Attended مثلا. Attended at the clinic with intermittent pain that worsened, في الماضي, when going up the stairs. لا. When going upstairs. لما تقول لي the على شيء, يبقى هو شيء specific وأنا عارفه. لما تقول لي the stairs, يبقى أنت بتتكلم عن سلالم بعينها وانا عارف انهي سلالم. His examination was unremarkable apart from overweight BMI كذا. لا, apart from being overweight with a BMI at كذا او of كذا. Apart from being كينونتو كان. Apart from being overweight with a BMI of كذا. Therefore, spelling mistake اخرها اي وبعدها comma. Ibuprofen was started or was prescribed. طيب. هقف هنا لحظة بقى, هنا هقف لحظة. كل الكلام في الباراجراف ده للأسف خلاص, أنا قبل ما أكمل الليتر يا دكتور, الليتر هنا سي, وأنا آسف سي درجة بعيدة. ليه بقى؟ واحدة واحدة كده. الباراجراف ده كان فيه أخطاء لغة كتير اتكلمنا عليها وإحنا ماشيين. الباراجراف ده هيضرب لي درجة الكونسايسنس اند كلاريتي. الباراجراف ده هيضرب لي درجة الأورجانيزيشن. ليه هيضرب لي درجة الكونسايسنس اند كلاريتي؟ أنا هنا بكلم مين؟ تاني, أنا بكلم اندوكرينولوجيست. طيب أنا بكلمه ليه؟ عشان بعت له حالة دايابيتس. جميل. طيب أنا كاندوكرينولوجيست جاي لي حالة دايابيتس, أنا مالي إن الولد ده أو الراجل ده كان بيلعب دارتس مع أصحابه فكتفه وجعه فبعته الفيزيوثيرابيست؟ أنا مالي؟ حاجة كمان, أنا مالي إن الراجل ده عنده أوستيوأرثرايتس في ركبته ولما بيطلع السلالم ركبته بتوجعه؟ أنا مالي؟ ما يخصنيش. طيب بالنسبة لأول تو فيزيتس في الباراجراف اللي هو السور ثروت والفيفر, آه ماشي, دول بالنسبة لي ريليفنت. ليه؟ انفكشن في حالة دايابيتس. الانفكشن في حالات الدايابيتس مهمة, لكن تفصيلها زيادة عن اللزوم هو ده اللي أثر على الكونسايسنس. آه قولي إن الراجل ده جالك مرتين بسور ثروت وفيفر مثلا, ولكن ما تقعدش تقول لي بقى قلت له مضمض سولت ووتر جوجلز, ما تقولوش اموكسيسيلين, ما تقول له التفاصيل الصغيره دي. خلاص اللي هو الراجل ده جالي مرتين السنه اللي فاتت بفيفر وسور ثروت اند هي واز تريتد اكوردنجلي, عالجته كما ينبغي. خلاص مش مهم التفاصيل. فكل الباراجراف الثلاثه ست تسع سطور ده, التسع سطور كانوا يخلصوا في سطرين ويمكن اقل زي ما نشوف في الموديل انسر اللي ابعته لحضرتك بعد التصحيح. اوكي, دي حاجه. حاجه كمان بقى, انا شلت كل الزيادات دي وركزت على الانفكشن اللي هو الريليفنت. تمام. هل الانفكشن ده مين ايشو؟ لا, برضو سكندري ايشو زي الانفكتشس مونو. سكندري ايشو, مش ده موضوعي الاساسي. انا هنا بكتب بريد كولستر. بريد كولستر ايه المين ايشو بتاعه؟ ما انا اللي بص يا دكتور, في حاجه اسمها مين ايشو, حاجه اسمها سكندري ايشو. المين ايشو هي مجموعه ريليفنت انفورميشن, ودي اللي انا ببعت علشانها الليتر النهارده. سكندري ايشوز هي مجموعه ريليفنت ايضا يجب التنويه عنها, لكن مش ده اللي انا بعت علشانه, فبنوه عنها في الاخر. التنويه بيجي في الاخر في اي كتابه من الكتابات. التنويه بيجي في اخر الكتابه مش في بدايتها. ايه اللي بيجي في البدايه؟ مجموعة المعلومات اللي أنا ببعت علشانها. في بريد كولستر مين المين إيشو؟
اخر زيارتين، زيارة 4-1 ابتدى يجي لي باعراض دايبيتس الصريحة بقى، فطلبنا له تحاليل، جات النهاردة نتائج التحاليل. ده المين ايشو، ده بيجي في الاول، بعدين بنوه بشكل كونسايز زي ما اتفقنا. عشان كده زي ما قلت لحضرتك، مكان موقفنا هنا للاسف سي. طيب ويت ريدكشن، نكمل بقى. ويت ريدكشن ويت سبيلنج ميستيك طبعا. ويت ريدكشن ان انكريز اكسرسايز واز ادفايزد، ادفايزد بالاس لانها فيرب، وازاي واز هما حاجتين، يبقى ويت ريدكشن ان انكريز اكسرسايز ان اكسرسايز، مش من غير انكريز، ويت ريدكشن ان اكسرسايز وير ادفايزد. طيب دي برضو معلومه ريليفنت ولا ايرليفنت؟ ريليفنت. ليه؟ لانه الفتنس والوزن والكلام ده كله ريليفنت في الدايبيتس، لكن ايضا كان يتاجل. يبقى باختصار شديد جدا، الليتر دي بعد الانترودكشن وبعد ما احط البيربس في الانترودكشن، اول حاجه تيجي بعدها 4-1. يبقى اون 4 فلان كومبلينتس اوف، لا ليه كومبلينتس؟ ليه بريزنت سيمبل؟ ده كان من 3 اسابيع، specific time من 3 اسابيع، يبقى past simple. on كذا Mr. Colster complained of feeling tired, sore eyes along with dizziness. عندي كذا غلطة هنا. اولا عندي dizziness spelling mistake، بعد الدبل زي في اي، دي حاجة. تاني حاجة along with together with in addition to as well as، بنقول ان هما لا يحلوا محل الاند في الليست. يعني ايه؟ يعني لو قبلهم ليست اوف ايتمز، الليست دي ما زالت محتاجه اند، فانا قبل along with عطفت حاجتين على بعض، feeling tired و sore eyes، عايز منهم اند. طيب it worth to mention، لا it is worth mentioning، واحنا بنحب ايه؟ please don't، please note comma there was no adjustment to lifestyle diet spelling mistake or exercise. هي مش واضحه، هخلص الباراجراف واقول لك. his examination was normal and pathology were requested. ليه pathology were؟ ممكن اقول مثلا and blood tests were، لكن pathology ليه بجمع؟ ليه بختار verb جمع were؟ and pathology were ليه؟ requested spelling mistake. طيب جزئية الادجستمنت، انا من شوية قلت، من 3 سطور قلت ويت ريدكشن وانكريز اكسرسايز، وهنا نو ادجستمنت تو لايف ستايل، وقبلها ب5 6 7 سطور قلنا انه هي واز ريفيرد تو ا فيزيوثيرابيست. انا محتاج يا دكتور في الاورجنايزيشن ان اجمع الايشو على بعض، اجمع الايشو على بعض. يعني انا بقول 4-1 كان عنده سيمتومز ديزينس ومش عارف اورثوستاتيك هايبوتنشن وتايردنس وسور ايز، طلبنا له تحاليل، جت النهارده التحاليل 1 2 3. بعد كده بقى بجمع ايشو الفتنس على بعض، ان العيان ده من 3 شهور مثلا، ممكن انوه بشكل مقتضب جدا، من 3 شهور كان عنده جوين بين، لاحظنا ان وزنه زايد، لاحظنا ان البي ام اي بتاعه عالي، فنصحناه اعمل رياضه ويعمل دايت، لكنه لم يلتزم ولم يطبق اللايف ستايل ادجستمنت، فبالتالي هو ما زال اوفر ويت. يبقى انا جمعت كل ما يخص الاوفر ويت على بعض في باراجراف، عملتهم كلاستر وعملت منهم باراجراف، ده من الاورجنايزيشن المطلوب يحصل. On today's في apostrophe قبل الاس، On today's visit فلان's condition has worsened. اولا has worsened، الجملة present perfect simple، يبقى الفعل الأساسي في التصريف الثالث past participle، ده رقم 1. رقم 2، لو عايز تستخدم present perfect النهاردة في paragraph النهاردة، ابتدي لي الparagraph بtoday، لكن لما تقول لي on today's visit، في زيارة اليوم، فالزيارة دي حصلت خلاص. لما تقول لي on today's visit، يبقى الجملة اللي تيجي بعدها على طول past simple. عايز تستخدم الجملة اللي بعدها بقى present perfect، present continuous، present simple، present tense عموما، يبقى ابتدي لي بtoday. As he still feels tired، الجملة present simple والفاعل he، يبقى الفاعل ياخد s. He still feels tired, sore eyes, and he has been experiencing decrease of vision. طيب عندي مشاكل، عندي مشكلة parallelism. يعني ايه parallelism؟ يعني لما اعمل list of items، العاطف والمعطوف لازم يكونوا زي بعض، نفس الفورم. حكينا بتقول لي as he still feels tired صفة، sore eyes noun، and he has been جملة، تعطفت صفة adjective على noun اسم على جملة، ما ينفعش، لازم كله زي بعض.
يعني مثلا انت دلوقتي ايه السيمتومز عايز تقولها؟ بتقول لي فيلينج تايرد، بتقول لي سور ايز، بتقول لي ان الفيجن نزلت. فبنقولها ازاي؟ as he مثلا as he experiences tiredness noun, sore eyes noun, and decreased visual acuity noun. كده خليت الليست كلها نفس الفورم. His examination showed weight reduction. هو it's not something to show weight reduction. هنقول مثلا ايه؟ he has lost weight. او مثلا افضل شيء عندنا في الـ OET الفاكتس. قول لي فاكت. his BMI is كذا، اديني البي ام اي بتاعه. his investigation showed high random glucose at او off كذا، fasting glucose at او off كذا، hemoglobin A1C at او off كذا، in addition to an increased level of HDL LDL. level تاخد article والـ increase انا عايز الـ adjective بتاعها، انا بوصف الـ level بانه increased، فالـ adjective increase increased، يبقى an increased level of HDL LDL. In light of the above, it would be highly appreciated if you could take over Fulan's condition and manage him as you think appropriate. For any queries, طبعا في هنا comma, please do not hesitate to contact me. Yours sincerely. طيب للأسف يا دكتور أنا هضطر أدي الليتر طبعا C، هتبقى درجة كمان أنا آسف بعيدة شوية 260، بس دي أول لتر بنكتبها، احنا اتعلمنا حاجات مهمة. هنسمع التصحيح الفويس نوت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وورا وقلم وناخد نوتس، علشان في أخطاء كتير من اللي احنا قلناها ممكن بكرة تكون اتصلحت، حاجات افويدبل ومش محتاجة وقت كتير انها تتصلح، وقت قليل، غير أخطاء الجرامر أحيانا بتاخد بعض الوقت عشان تتفهم، لكن هنا أخطاء الكلاريتي، اختيارات النوتس، ترتيب، الكلام ده كله اتعلمناه، المفروض اللتر اللي جاي يتصلح. انا ليه الدرجه نقصت قوي كده؟ عشان معظم الكريتيريا اتضربت لو مش كلها، يعني انا عندي البيربس اتضرب لاني مش حاطط بيربس في الانترودكشن، الكلاريتي اتضربت لاني حاطط الريليفنت انفورميشن كتير، الكونسايسنس اتضرب لاني فصلت حاجات مش محتاجه تتفصل بخصوص الانفكشن في الزيارات القديمه، الاورجنايزيشن اتضرب لاني ابتديت بسكندري ايشوز والريليفنت انفورميشن واجلت المين ايشو، اللانجوج اتضرب لانه كان طبعا في اخطاء كتير في اللانجوج وخلافه، تمام. يمكن اللاي اوت الحاجه الوحيده اللي فلتت، اللاي اوت فلت، والجانرا اند ستايل فلتت، انه الليتر فورمال والكلام ده، بس بناخد بالنا وان شاء الله الليتر اللي جاي افضل.